أريد فقط أن ألعب كرة القدم وألا أرى السود يعانون أبداً. أمنية بسيطة للنجم البرازيلي ولاعبي ريال مدريد الإسباني فينيسيوس جونيور، لكنها كشفت حجم معاناته مع العنصرية في الملاعب الإسبانية. فعند سؤاله أكثر من مرة عن المواقف العنصرية التي يتعرض لها، لم يتمالك فينيسيوس نفسه وانهار باكيا في موقف أجبر كل الحاضرين على التصفيق له. جاء ذلك مشاهدينا خلال مؤتمر صحفي عقد في العاصمة الإسبانية مدريد قبل مباراة ودية ستجمع منتخب السامبا بالروخة في ملعب سانتياغو برنابيو معقل ريال مدريد مساء الثلاثاء. لنشاهد. Fazer de tudo pelo meu clube e pela minha família. وأكد لاعب السيليساو إنه يكافح كي لا يفقد شغفه في الاستمتاع بلعب كرة القدم بسبب الإهانات المتتالية التي طالته، معبرا عن إحباطه من تقاعس المسؤولين في فرض عقوبات رادعة على الجماهير رغم استمرار الإساءات. لكن اللاعب عاد وأصر أن تلك الإساءات لن تنجح في ثبط عزيمته، مضيفا في تصريحات تداولتها وسائل إعلام إسبانية: لم يخطر ببالي أبدا مغادرة إسبانيا، لأنني إذا غادرت إسبانيا سأمنح العنصريين ما يريدونه، سأبقى هنا لأن بهذه الطريقة يمكن للعنصريين أن يستمروا في رؤية وجهي أكثر. أنا لاعب جريء ألعب لريال مدريد وفزنا بالكثير من الألقاب، وهذا لا يرضي الكثير من الناس. منذ التحاقه بالليغا أو الدوري الإسباني تعرض اللاعب البالغ من العمر 23 عاما لموجة من التعليقات والشتائم العنصرية بشكل شبه مستمر خلال أغلب مباريات فريقه أمام منافسيه في الملاعب الإسبانية، أحدثها لقاء أوساسونا وريال مدريد حيث هتفت الجماهير بالموت لفينيسيوس ليصدر النادي الملكي بيانا رسميا ندد فيه بالواقعة. وفي الموسم الماضي أبلغت رابطة دوري الدرجة الأولى الإسبانية النيابة العامة عن 10 حالات مماثلة ضد النجم البرازيلي، وبلغت الأمور ذروتها خلال مقابلة مع فريق فالنسيا حينها أوقف الحكم اللقاء لمدة اقتربت من 10 دقائق بسبب الهتافات العنصرية الجماعية التي طالت فينيسيوس من جماهير الفريق المنافس. وفي أعقاب تلك المباراة وصف فينيسيوس الدوري الإسباني بأنه دوري عنصري يرعاه اتحاد يجد في تلك الهتافات أمرا طبيعيا، وهو ما أثار جدلا حول ما إذا كان المجتمع الإسباني لديه مشكلة في التعامل مع هذه القضايا. ذلك الجدل ما لبث أن يخفت حتى احتدم مجددا عقب ظهور اللاعب البرازيلي وهو يجهش باكيا خلال المؤتمر الصحفي. وهذا الكلام رد عليه اللاعب الإسباني وزميله فينيسيوس في ريال مدريد داني كارفخال عشية المباراة الودية التي تجمع بلاده بمنتخب البرازيل تحت شعار مكافحة العنصرية، لينفي كارفخال أن تكون إسبانيا بلدا عنصريا. لا أعتقد أن إسبانيا بلد عنصري، لدينا مستوى عال جدا من الاندماج. أنا أنحدر من حي متواضع حي ليغانس، ونشأت مع أولاد من كافة الجنسيات، لدي الكثير من الأصدقاء من مختلف ألوان البشرة. للأسف ثمة أشخاص يذهبون إلى ملاعب كرة القدم ويفقدون صوابهم ويصبون كل حنقهم وغضبهم، وعندما يشعرون أن ذلك يؤذي شخصا ما يفعلونه أكثر، وهذا أمر مؤسف. لا ينبغي السماح لهذا النوع من الأشخاص بدخول الملاعب، لأن هذا أبشع ما يوجد في الرياضة. على مواقع التواصل توالت رسائل الدعم والتضامن مع اللاعب البرازيلي الذي تحول إلى رمز لمواجهة العنصرية. هنا تغريدة من رافائيل فاران يقول لفينيسيوس جونيور: أنت قوي، أنت مميز، أحلامك وإلهامك أقوى من أي كلمات يمكن استخدامها ضدك.
وهناك أيضا تغريدة أو تدوينة أخرى من طارقي يقول: لاعب أدراما وممثل بارع هو من يستفز دائما جماهير خصومه. جيجي مروة تقول: أنا برشلونية ولست من محبي فينيسيوس، لكنني أشمئز فعلا من أولئك الذين يقولون أن فيني جونيور يستفز المشجعين المنافسين، فلا يجب أن يلوم إلا نفسه. أخيرا حساب تحالف الرياضة والحقوق يقول: نحن نقف مع فينيسيوس الذي ناضل بلا كلل من أجل حقه في اللعب دون التعرض للإساءات والمضايقات العنصرية، ويتوجب على المسؤولين في الرياضة أن يكفوا عن تحميل الرياضيين عبء إصلاح المشاكل النظامية التي تعاني منها الرياضة. لقد حان الوقت للتغيير الحقيقي. مشاهدينا، يذكر أن النادي الملكي الإسباني قد أعلن مؤخرا أنه تقدم بشكوى إلى مكتب المدعي العام والاتحاد الأوروبي بعد الإهانات العنصرية التي تعرض لها مهاجمه البرازيلي قبل مباراتي دوري أبطال أوروبا، والتي جمعت بين غريمه برشلونة ونابولي الإيطالي من جهة، وبين جاره اللدود أتلتيكو مدريد والفريق الإيطالي إنتر ميلان. كما تلقى النجم البرازيلي مساندة من وزير الخارجية الإسباني مانويل ألباريز اليوم الثلاثاء، واصفا العنصرية بأنها أمر خسيس ومرفوض تماما ولا مكان لها في مجتمع كالمجتمع الإسباني.